يعني لا يعني مثلا اصل احنا فرقه هجوميه فمش محتاجين دم، لا في تفكير، في لا يعني اذا لم تملك دفاع جيد تستطيع ان تهاجم. في مقوله بتقول ديفند وين، يعني في مقوله انجليزيه بيقول لك ديفند يعني دافع علشان تكسب، عشان تكسب. في مقوله بتقول لك خير وسيله للدفاع هي الهجوم. فالاتزان دوت والبالانس ده مهم جدا. في دي سلبيه من السلبيات اللي هي ملاحظه، انه ما انت ما شفتش لغايه دلوقتي حد من تحت طلع فانت اديته فرصه، لكن انت بتلعب حتى الان محافظ بتلعب على التشكيل الاساسي. يعني بتلعب بس كده المفروض ايه؟ يعني عمليه ايه؟ يبقى في عمليه تدوير وإراحة. انت لو شفت علي معلوم الحجم الارهاق والجهد اللي كان فيه فعلا صح؟ لاحظت انت مظبوط تدريجيا على طول الماتش مش يعني يعني نتيجته بالنسبه لك مش يعني مش يعني خلاص انت المسابقه اتحسمت. انت ما جربتش دلوقتي وديت مثلا نزلت رميت محمود وحيد لازم تديله خلاص ماشي تديله كتير خلاص ماشي تديله ايه؟ كتير. طيب عندك ماتش ماتشات الكاس من ماتشات كوره متقلبه، يعني انت من المباريات اللي مش مضمونه، يعني الكاس ده عنده مفاجآت بتحصل.